لعادة أبنائها إلى ملوكهم، لاسترجاع قبور آبائنا وأجدادنا، للعودة إلى هياكلنا ومعابدنا نقيم فيها صلواتنا. بهذه الكلمات المسجلة افتتحت المحاضرة التي حملت اسم البطريرك الراحل الياس الرابع معوض بطريرك العرب في كنيسة سيدات دمشق. عادة نقف أمام بعض الشخصيات ولا سيما الدينية، نصفها بكلمة ونكتفي، ونترك ما تقول وما فعلت وما التزمت به طوال سنوات، وهذا ينطوي على جهل بتاريخنا. ليان فعل العكس، غاص في تاريخ البطريرك الياس الرابع معوض، وأراد أن يظهر لنا ما كانت تنطوي عليه هذه الشخصية على الصعيد الديني وعلى الصعيد العروبي من أبعاد نحن اليوم بأمس الحاجة إليها. أشكر ليان لما فعل، وأتمنى على الكثيرين من أبناء العربية أن يطلعوا على الكتاب القيم الذي أصدره مع أصدقائه. نجتمع اليوم في ذكرى انتقال المثلث الرحمات البطريرك الياس الرابع معوض، وعلى مرور 39 عام على انتقاله للأخدار السماوية، وبمناسبة صدور الطبعة الثانية من الكتاب الذي أعددته عن صاحب الغبطة. والمناسبة أنه في إقبال كتير على طلب هذا الكتاب. اليوم في عنا حديث عن البطريرك المرحوم الياس الرابع يلي أطلق عليه لقب بطريرك العرب في مؤتمر لاهور بالباكستان، وكان أول بطريرك عربي يطلق عليه هذا اللقب. هذا البطريرك أمضى فترة ليست طويلة بالمركز البطريركي من عام 70 حتى عام 79، وإنما كانت المرحلة اللي جلس فيها على بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس كانت ملأة بالعمل الدؤوب والنشاط، وخاصة في القضايا العربية وفلسطين بشكل خاص. المحاضرة تأتي بمناسبة الذكرى 39 لرحيل البطريرك معوض، الذي أكد عبر حياته على عروبة القدس ومقاومته للاحتلال الصهيوني، لتبقى رسالته حاضرة في وجدان الأجيال عبر الزمن. الأحرار هم الذين قيدوا شهواتهم ونجبوا أهواءهم وخرقوا أنانياتهم. خبرنا التالي مع فعاليات هيئة التميز والإبداع والأمانة السورية للتنمية التي تقيم المناظرات الثقافية المدرسية للعام 2018 يلي بدأت بالمحافظات وصولا إلى النهائيات التي تقام مركزيا في دمشق. تفاصيل أوفى من تابعة بكاميرا الإخبارية السورية. تستمر هيئة التميز والإبداع في مشاريعها العلمية والثقافية لاكتشاف التميز لدى جيل الشباب، واليوم تأتي مسابقة المناظرات الثقافية التي تقيمها الهيئة والأمانة السورية للتنمية ضمن مشروع فكري شبابي جديد لتحقيق ما هو مفيد للأجيال القادمة. دخل على هيئة التميز والإبداع بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية، مع وزارة التربية، مع مركز دراسات والبحوث العلمية، مجموعة جهات شريكة بهالمشروع عم تشتغل حتى نقدر نأقلع فيه. مثل ما شفتوا هي عبارة عن طرح أفكار جدلية، فريق دعم وفريق إثبات وفريق نفي. كل حدا لازم يبذل، حتى لو ما كان مقتنع هو بالفكرة، لكن لازم يبذل قصارى جهده حتى يقنع الطرف الآخر أو لجنة التحكيم بهالفكرة هاي. جهات شريكة كتير اشتغلت بهذا المشروع، إن كان مثل ما ذكرت الأمانة السورية أو وزارة التربية أو المركز دراسات والبحوث. أنهت هيئة التميز والإبداع التسجيل العالمي للمشاركة في المسابقات على المستوى العالمي للعام القادم إن شاء الله. مثل ما شفتوا جمهوره كتير كبير، استطعنا الخروج من الاختصاصات العلمية والعلوم الأساسية المحضة باتجاه العلوم الإنسانية، وهناك أيضا أفكار جديدة إن شاء الله عد غير
المناظرات الثقافية. في الواقع هذه المسابقة تعتمد أو تهدف إلى نشر ثقافة الحوار والتواصل لدى النشأ وتنمية مهارات الإقناع والحوار بمعناه العريض المدعوم بالحجج المدعوم بالأساليب العلمية. مشروع المناظرة هو مشروع مشترك بين الأولمبياد السوري والأمانة السورية للتنمية كمنارات. الفكرة من المناظرة اليوم نحن توجهنا بهي المرحلة لطلاب المدارس، دربنا تقريبا 400 طالب بثمان محافظات على مبادئ المناظرة اللي بتقول انه كيف هن بدهم يحضروا لرأي هن بدهم يتبنوه ويدافعوا عنه، كيف بدهم يسمعوا الرأي الآخر، والأهم من كل هاد كيف بدهم يشتغلوا كفريق وكيف بدهم ينجحوا كفريق. التجربة كانت كتير مميزة للطلاب وكتير حبوها. بالأول رحنا ما توقعنا هالإقبال الكبير، بعد ما نزل الإعلان توقعنا حيكون المشاركين 10-12 طالب، العدد كان 59 بالمدرسة اللي أنا كنت فيها. بعدين طبعا صارت عدة يعني بعد التدريب صارت عدة تصفيات ضمن المدرسة لحتى آخر شيء اختارينا من فريق مكون من 5 طلاب، وكتير كانوا مبسوطين وعاشوا تجربة كتير رائعة. يشارك في المناظرة الثقافية المدرسية الراغبون من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من مدارس المتفوقين في المحافظات السورية، إضافة لطلاب المركز الوطني للمتميزين. مشاركة بالمناظرة منافسات المناظرة لعام 2018، ومن جهتي بقول لكل الأجيال اللي جاية لأي جيل جاي ورح تنعرض عليه الفرصة أبدا ما تترددوا، حتى لو ما عندكم لغة جسد وما عندكم إلقاء ما عندكم أفكار، المناظرة رح تطور كل هدول. أنا من أول يوم شفت بوست المناظرة إنه على صفحة الأولمبيات فوراً قلت أنا بدي شارك، بدي يكون هون. فبس إجيت أشارك في كتير عالم قالوا إنه هذا مو محلك، إنه ما رح يطلع معك، عندك خجول، صوتك ضعيف. فأنا هذول كلهم تركتهم، سكتت مرتب تركتهم بقلبي وقلت أنا شهراً بورجيكم. فأنا هلا كتير مبسوط إنه وصلت لهون، وإذا بدك مكمل بوست تفوز بالنهاية. المناظرات الثقافية خطوة جديدة مهمة في بناء ثقافة الرأي العام والحوار لدى جيل الشباب لبناء مستقبل سوريا المشرق.